أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صحافة الغد. نستعرض خلال حلقة النهاردة مجموعة من العناوين والموضوعات اللي حازت على اهتمام الصحافة المصرية الصادرة صباح الغد الجمعة إن شاء الله. خلونا نبتدي مشاهدينا الكرام بمجموعة من العناوين اللي موجودة معنا النهاردة. أول عنوان من اليوم السابع، وفي رئيس الوزراء يوجه بمتابعة الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار. العنوان الثاني معنا برضو من اليوم السابع، وفي الحكومة تنفي وجود أي نقص في السلع الغذائية الأساسية. أما في صحيفة الوفد نطالع خبر آخر، الحرب على أوكرانيا تدخل يومها التاسع. وفي المصري اليوم نطالع خبر بعنوان الصحة العالمية تشيد بتعامل مصر مع كورونا، قدمت نموذجا يحتذى به. اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. خلونا نبتدي بتفاصيل العناوين اللي موجوده معانا النهارده، وخلونا نبتدي مع عنوان رئيس الوزراء يوجه بمتابعه الاسواق لمنع التلاعب بالاسعار زي ما اوردته صحيفه اليوم السابع. والتفاصيل بتتكلم عن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النهارده الاجتماع الاسبوعي للحكومه، وده لمناقشه عدد من الملفات المهمه. الدكتور مصطفى مدبولي كلف بضرورة متابعة الأسواق أولا بأول لمنع التلاعب بالأسعار واستغلال هذه الظروف بصورة سيئة لتحقيق أغراض ومصالح شخصية، ولذا فلا بد من التعامل بحسم مع أي ممارسات غير مقبولة من بعض التجار الجشعين، خاصة أن الدولة عملت خلال الفترات الماضية وحتى الآن على توفير مختلف أنواع السلع الأساسية وتأمين احتياطي استراتيجي منها، محذرا من أن الحكومة لن تسمح بأي ممارسات من هذا النوع، وموجها بالتنسيق مع الغرف التجارية المختلفة في هذا الشأن. هنفضل مشاهدينا الكرام مع صحيفة اليوم السابع ونطالع خبر آخر بعنوان الحكومة تنفي وجود أي نقص في السلع الغذائية الأساسية. تفاصيل هذا الخبر زي ما أوردته اليوم السابع، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية واللي نفت تلك الأنباء وأكدت أنه لا صحة لوجود نقص في السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية، وشددت الوزارة على توفير كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي مع انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يوميا بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعياتي مع انتظام صرف المقررات التموينية، وكذلك توفر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة. وأشارت الوزارة إلى أنه جار تنفيذ مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية وفق أحدث التقنيات لإدارة عمليات تخزين السلع الأساسية، بما يعزز من زيادة مخزونها الاستراتيجي لمدة تصل إلى حوالي 9 أشهر، مع شن حملات تفتيشية على كافة الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية. في سياق متصل أيضا، جاري اتخاذ الاستعدادات اللازمة لضمان توفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية خلال شهر رمضان، حيث تم توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة بالإضافة إلى توفير اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة بأسعار تقل عن السوق الحر ب20%، وسيتم إتاحة كافة السلع بأسعار مخفضة في 1350 مجمع استهلاكي بالإضافة إلى منافذ مشروع جمعياتي وفروع معارض أهلا رمضان بنفس التخفيضات السابقة. للمزيد من المتابعة والتفاصيل أكثر بنرحب عبر الهاتف مع بالأستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال أهلا بيك. أهلا وسهلا. في اجتماع مجلس الوزراء النهاردة رئيس الوزراء وجه بمتابعة الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار، إزاي أو الآلية اللي هتمارسها الحكومة للتعاطي وتنفيذ هذا التوجيه من رئيس الوزراء؟ فقدنا الاتصال بأستاذ كمال ريان، هنحاول معاودة الاتصال به مرة تانية مشاهدينا الكرام، ولحد ما ينضم لنا خلونا نروح لموضوع آخر من صحيفة الوفد ونطالع الخبر الخاص بعنوان الحكومة توافق على تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين أو الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.
تفاصيل الخبر ده زي ما أوردته صحيفة الوفد، تناولت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عددا من الإجراءات والخطوات الخاصة بطرح الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية المتقدمين للحجز بمشروع سكن مصر بمدينة بدر. طيب قبل ما نستكمل هذا الخبر والعنوان زي ما أوردته صحيفة الوفد، مشاهدينا الكرام خلونا نرجع مرة تانية نرحب بالأستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا فندم. أستاذ كمال، لو ابتدينا من توجيه رئيس الوزراء لمتابعة الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار، إزاي الآلية اللي هتمارسها الأجهزة الحكومية لتنفيذ هذا التوجيه من رئيس الوزراء؟ الحقيقه طبعا يعني في اهتمام كبير من الحكومه بمتابعه الاسواق، خاصه طبعا مع تداعيات الازمه الاوكرانيه الروسيه اللي طبعا القت بظلالها على العالم كله وخلفت تداعيات سلبيه. مصر طبعا الحكومه بتعمل على ان ما يكونش فيه اثار سلبيه على المواطنين من خلال اولا تامين توافر السلع الاساسيه بالاسواق في هذه المرحلة اللي العالم كله بيشهد هذه الأزمة العالمية. أيضا كان في تكليف بالرئيس الوزراء بضرورة متابعة الأسواق أولا بأول لمنع أي تلاعب في الأسعار أو استغلال هذه الظروف بصورة سيئة لتحقيق طبعا منافع شخصية للبعض. أيضا أكد رئيس الوزراء على التعامل بحق مع أي ممارسات غير مقبولة من بعض التجار الجشعين، خاصة أن الدولة عملت خلال الفترات الماضية على توفير مختلف أنواع السلع الأساسية وأيضا تأمين احتياطي استراتيجي. رئيس الوزراء حذر من أن الحكومة لن تسمح بأي ممارسات من هذا النوع، ووجه بالتنسيق مع الغرف التجارية في لضمان توفر السلع وبالأسعار المناسبة. أيضا رئيس الوزراء النهارده وجه رسالة طمأنينة للمواطنين بالمشروعات القومية الضخمه اللي نفذتها الدوله بقياده وتوجيهات السيد الرئيس في مختلف انحاء الجمهوريه اثمرت نتائجها في يعني توافر طبعا المخزون، خاصه لو بنتكلم عن توفير احتياطي استراتيجي من القمح. ويعني الحقيقه طبعا مصر الحمد لله لديها مخزون كافي، وحتى كان في اجتماع اخر لرئيس الوزراء عقده لمتابعه توافر السلع ايضا بعد، وفي نفس الوقت طبعا يمكن حضرتك بتتابع الخبر اللي هو نفي مجلس الوزراء لوجود اي نقص في السلع، فعلا كان فيه بالارقام السلع والتخفيضات اللي هتتم حتى مع استعدادات شهر رمضان المبارك. فكل دي اجراءات طبعا لضمان توافر السلع سواء في فتره الازمه الحاليه لروسيا واوكرانيا او خلال ان شاء الله شهر رمضان المبارك. تمام. طيب أستاذ كمال، احنا بنتكلم عن توافر السلع الأساسية في الأسواق خصوصا مع قدوم شهر رمضان. احنا عارفين على مدار السنوات الماضية كان في معرض أهلا رمضان اللي بيوفر السلع الأساسية والسلع الرئيسية أيضا اللي بتكون موجودة في كتير من منازل وبيوت المصريين. معرض أهلا رمضان السنة دي يعني إمتى هينطلق؟ أبرز الحاجات الجديدة اللي هتطرح أو هتميزه عن المعارض السابقة في السنوات الماضية؟ نعم، يعني بالفعل الحكومة بتستعد إن شاء الله لانطلاق معرض أهلا رمضان يعني مع اقتراب شهر رمضان. يمكن تم الإعلان يعني عن في تخفيضات إن شاء الله هتتم على سبيل المثال مثلا في اللحوم، وحاليا على فكره يعني دي متاحه كمان، التخفيضات متاحه وهتكون متاحه كمان في حوالي 1350 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهوريه. بنتكلم عن تخفيضات في اللحوم الحمراء الطازجه والمجمده باسعار تقل عن السوق الحر 20%. بنتكلم عن تخفيضات في كل السلع الاساسيه وفي توفير كميات كبيره، وان شاء الله فروع معرض اهل رمضان زي ما اعلن هتكون يعني التخفيضات السابقه تكون ايضا متاحه ان شاء الله خلال شهر رمضان الحالي، وان شاء الله مع اقتراب شهر رمضان هيتم ان شاء الله يعني افتتاح هذه المعارض بتوفر السلع للمواطنين باسعار وبتخفيضات كبيره. تمام، شكرا لحضرتك استاذ كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، كنت معنا عبر الهاتف. خلونا مشاهدينا نستكمل استعراضنا لباقي الاخبار والعناوين اللي موجوده معانا النهارده
هتتصدر صفحات صحف الغد إن شاء الله. وخلونا نرجع للخبر اللي كنا ابتديناه بعنوان الحكومة توافق على تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، والتفاصيل زي ما أوردتها صحيفة الوفد. تناولت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عددا من الإجراءات والخطوات الخاصة بطرح الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية المتقدمين للحجز بمشروع سكن مصر بمدينة بدر. أشارت إلى أن طرح تلك الوحدات بسعر عائد 3% بتحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى 30 عام، أو مبادرة البنك المركزي بسعر عائد 8% تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى 25 عام، وفي حالة عدم انطباق الشروط يمكن السداد بنظام التقسيط المباشر لمدة 7 سنوات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. أوضحت مي عبد الحميد أنه وفقا لما تم اعتماده فإنه سيتم إتاحة كراسات الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق اعتبارا من يوم 16 مارس 2022 لمن سبق تقدمهم على أن يتم سداد مقدم جدية الحجز بواقع 35 ألف جنيه للوحدة السكنية اعتبارا من التاريخ ذاته ولمدة شهر، على أن يتم مراجعة من سبق له الاستفادة وأيضا صحة المستندات المقدمة بعد إغلاق باب الحجز. وأضافت مي عبد الحميد أنه طبقا للشروط سيتم تحويل ملفات العملاء المقبولين إلى جهات التمويل الممولة أو الممولة للدراسة الائتمانية واستكمال مقدم الحجز إلى 15% من ثمن الوحدة السكنية في موعد غايته الشهر من تاريخ إخطار البنك للموظف بالموافقة على التمويل. أيضا أضافت أن وزارة المالية ستتعهد قبل البدء في منح التمويل العقاري من البنوك أو شركات التمويل العقاري للمستفيدين بإتاحة قيمة بدل السكن الشهري البالغ من 4000 إلى 5000 جنيه لكل موظف وفقا للدرجة الوظيفية ولمدة 7 سنوات إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن موازنة الصندوق بالأعوام المالية القادمة وفقا لأعداد الموظفين المتقدمين لكل مرحلة. المرحلة الأولى هتكون ب 9024 موظف، أما المرحلة الثانية بأكثر من 4700 موظف. أيضا المراحل التالية هيكون برضو فيها نفس الطريقة، ونوهت إلى أن الإجراءات تتضمن موافقة مجلس الوزراء بشكل ربع سنوي بتقرير شغل الوحدات من خلال متابعة استهلاك الكهرباء والمية. خلونا نروح مشاهدينا الكرام لصحيفة المصر اليوم ونطالع خبر آخر بعنوان الصحة العالمية تشيد بتعامل مصر مع كورونا وقالت قدمت نموذجا يحتذى به. تفاصيل هذا الخبر زي ما أوردتها صحيفة المصري اليوم. أشاد مستشار منظمة الصحة العالمية سهيل العلويني بالإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها السلطات المصرية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، وأكد أن مصر قدمت نموذجا يحتذى به في الإجراءات منذ بداية الجائحة. وقال في تصريحات صحفية أن مصر ومنذ بداية الجائحة عالميا كانت تراقب الموقف، وأشار إلى أنه بمجرد وصول الفيروس لديها بدأت تتعامل معه بإجراءات احترازية من إغلاق وتباعد اجتماعي ساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الجائحة لدى مصر. ولفت إلى أن مصر كانت من أوائل الدول العربية التي اتخذت الإجراءات التي طرحتها منظمة الصحة العالمية ونفذتها على أرض الواقع، سواء الإجراءات الصحية والوقائية واللقاح وغيرها، وأعرب عن تطلعه إلى أن تظل مصر في إجراءاتها خصوصا ما تقوم به من توفير كافة أنواع اللقاحات وحملات التطعيم حتى تتواكب مع إنهاء الجائحة. أيضا أضاف مستشار منظمة الصحة العالمية أن المواطنين المصريين اللي تلقوا اللقاح بيمثلوا عدد كبير من الشعب المصري، ولفت إلى أن ارتفاع عدد الذين تلقوا اللقاح مع استمرار الإجراءات بيجعلنا نقول أن الأزمة التي سببتها كورونا بدأت في الانخفاض، وأعرب عن أمله في أن تنتهي أزمة كورونا، وأشار إلى أن أضرار متحور أوميكرون أقل بكثير من المتحورات السابقة، وهذه حقيقة على أرض الواقع. خلونا نرجع مرة تانية مشاهدينا الكرام لاستعراض خبر آخر من صحيفة الوفد ونطالع هذا العنوان: الحرب على أوكرانيا تدخل يومها التاسع. التفاصيل زي ما أوردتها صحيفة الوفد. دخلت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية يومها التاسع بالإعلان عن السيطرة عن مدينة خيرسون الأوكرانية بشكل كامل
من جانب القوات الروسية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال النهاردة الخميس أن القوات المسلحة الروسية نجحت في اختراق دفاعات أوكرانيا المحصنة، وأشار إلى أن هناك مرتزقة يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية ويستخدمون المدنيين دروعا بشرية. أيضا أوضح بوتين أن في خطاب تلفزيوني بشأن الحرب على أوكرانيا، أوضح أن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير بحسب الخطة الموضوعة ليها، وأشار إلى أن الجنود الروس يضحون بحياتهم من أجل حماية أمن بلادهم، ولفت إلى أن انتصارات العملية العسكرية في أوكرانيا بطولية. أيضا أضاف الرئيس الروسي أن ما سماهم بالنازيين الجدد في أوكرانيا لا يسمحون بخروج الأجانب من مناطقهم ويستخدمونهم رهائن. واعتبر بوتين الروس والأوكرانيين شعبا واحدا، معربا عن فخره بأن يكون جزء من شعب روسيا متعدد القوميات. على الجانب الآخر، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن رغبته في التحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لأنها الطريقة الوحيدة لوقف الحرب. ودعا زيلينسكي الغرب إلى زيادة مساعدتهم العسكرية إلى أوكرانيا، وأكد أنه في حال هزمت روسيا أوكرانيا ستستهدف موسكو بقية دول أوروبا الشرقية بدءا من دول البلطيق وصولا إلى جدار برلين. دي كانت مجموعة من الأخبار والعناوين اللي حازت على اهتمام الصحافة المصرية الصادرة صباح الغد الخميس الجمعة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، وبكده نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا النهاردة في برنامج صحافة الغد. بكرة إن شاء الله عناوين جديدة وأخبار جديدة. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.